بعيدا عن تخصيصات المليارات والانتظار الموازنات السنوية الاتحادية التي صدعت رأس المواطن في ديالى لسنوات، أنامل شبابية حرة رسمت وجها آخر للجمال على جدار مجلس المحافظة. الرسومات تتضمن العلم العراقي وكلمة الله أكبر، كل شيء يدل على شيء سلمي بهذه المظاهرات، لأنه احنا حاولنا نبادر هاي المبادرة لأنه ما شفنا أحد غيرنا خلال العقود السابقة قدم هذا الشيء. لا احنا حاليا نقدمه بشيء جدا بسيط ويعني أموال بسيطة وكلها من جهود الطلاب. هاي الأسباق كليتها يعني ما تكلف أشياء كبيرة حتى غيرنا ما يشتغلها، هي كلية تتكلف يعني آلاف بسيطة، يعني تقريبا 20,000 ها راح نرسم بها ما يقارب 10 صبات أو 15 صبة نرسم بها ونقدم شيء احنا بسيط للمظاهرات. عندنا هواي مواهب، ليش دا يجيب مهندسين؟ ليش دا يجيب مهندسين اجانب؟ ليش دا يجيب عمال بنغلاديش؟ انت عندك عراقيين، ليش ما تنمي هاي؟ ليش ما تطورهم؟ ثاني شيء ليش يتخرج يقعد بالبيت وانت عندك آلاف الخريجين وقاعدين بالبيت؟ وإلى الجهة المقابلة لجدار المجلس تجمهر المتظاهرون وأقاموا منصة للشعر والأدب تحلقت من حولها جل هموم الوطن، جميعهم ناقم على الطبقة السياسية التي أخفقت بإدارة أموال الشعب. احنا بدينا بهذا المهرجان على مود نغير الروتين بمحافظة ديالى ونشوف العالم انه مو جايين على مود بس شعارات وهاي، لا بل هي امسيات شعريه ومهرجانات وتمثيل مسرحيات، واكو مشاريع انصرفت عليها مليارات ومهرجانات ولم تطبق والفلوس ما تدري وين راحت، بس احنا سوينا هذا الشيء تطوعيا والجايه الناس والشعراء اللي جايين متطوعين. يعني صار لنا 16 سنه ما شفنا اي تغيير بظل هاي الحكومات، يعني اعطيناهم فرص 4 فرص 16 سنة، كل فرصة 4 سنين، وكل 4 سنين ما سوونا كل شيء، نزلونا إلى أسفل السافلين. يعني الدول المجاورة أكثر من عندنا متقدمة، مع العلم إحنا من الدول الغنية. أمن ماكو، خدمات ماكو، تعيينات ماكو، وأيضا كل شيء ماكو، يعني خاصة الضغط الإعلامية صار لنا أكثر من أسبوع قاعدين نطلع. وكم هي الأموال والإمكانيات الحكومية التي أنفقت على مهرجانات فاشلة وتجمعات محاباة لهذا الفاسد أو ذاك، كشف زيفها إمكانيات شبابية بسيطة تعمل خالصة لحب العراق وحده. أحمد الرسام، قناة الرشيد، ديالى.